وايد ناس في الكويت تدمر إن ما في أماكن ترفيهية، أو إذا كان في أماكن ترفيهية فإن التكلفة فيها تكون عالية. رحت سألت الناس إذا كان معنا دينار واحد وبنسوي فيه نشاط ومضطرين إن إحنا نصرف فيه هذا الدينار، شلون ممكن ينصرف على شغلة ترفيهية؟ ما في نشاط نقدر نسوي بدينار، شيء مستحيل يعني. وإذا في أنا كل ويكند راح أخذ عيالي وأروح. يعني ممكن نأخذ لنا كاسة قهوة ونطلع على البحر نص دينار. في شغلات بس مو كتيرة حاليا بهالوقت اللي نحن فيه. ممكن يعني واحد ياخذ الأولاد أماكن ألعاب يعني، أو على البحر يعني واحد ياخذ العيال ممكن يشتري برد مي يقعد يعني يغير جو بس مو أكتر. بقالة بس، بطاط، عصير، أي شيء حق اليهال حقي عادي. لكن ما بكذب عليك هون هالوقت بالخصوص الجو صار غير شكل، مو مثل قبل. الريدي قبل كان بالنار فيك تكفي انت وعائلتك، حيلا شيء ايس كريم بوزة، فهالوقت لا ما بتزبط. كرمال بدك تجيبي حيلا شيء اقل شيء 5 دينار. ابي اسالك سؤال، تفضلي. دينار يسوي شيء بالكويت نقدر نستانس فيه؟ اي نقدر. شنو نقدر نسوي فيه بالكويت؟ نقدر نجيب فيه عصير. لو انا خارج مع اصحابي ايوه، اول حاجه اهم حاجه الميه والاكل بس يعني، وده اقدر استمتع بيه، او مش لازم انا يعني اي حاجه، هو بس اكل وميه. اول شيء صلى على النبي، الرسول عليه الصلاه والسلام قال افضل الصدقه سقي الماء، صح؟ زين قلت لي دينار، صح؟ الدينار هذا تقدر تشتري فيه 20 عصير سانكست وتوزع على 20 عامل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت تقدر تصدق حتى لو بشق تمرة، حتى لو تقص نص تمرة. هذا واحد. اثنين، عمال بلدية نشوف بكل مكان بمناطقنا بدينار واحد تقدر تاخذ 10 صمونات من المطعم مال الجمعية وتوكل 10 بالصبح يتريقون. دينار يسوي وايد. هذا الدينار قيمته ما رح تتغير لو عفسته، لو رديت فردتها مرة ثانية، الدينار راح يبقى دينار. اللي راح يتغير طريقة نظرتنا للأمور.